إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. أهلا بكم مستمعي مستمعات إذاعة صوت المرأة في عدد خاص من برنامج الحوار. عدد اليوم خصصناه للحديث عن أوضاع سكان الأوضاع التي يعيشها سكان البليدة، يوميات التي يعيشها سكان البليدة نظرا لفرض فترة الحجر الصحي على أكثر من 41 ولاية بالجزائر. سنحاول اليوم نقل يوميات سكان البليدة. تحضر معي عبر الهاتف طالبة دكتوراه في العلوم السياسية والصحفية صوفيا سلمى بريك. اهلا بك سلمى. اهلا بك نجوى، مساء الخير ومساء الخير على كل المستمعين الكرام. شكرا لك سلمى. اذا استهل سؤالي باعتبارك قاطنه بمدينه البليده، كيف يمكن ان تلخصي لنا يومياتك في فتره الحجر الصحي؟ يعني هي يوميات صعبة على كل المجتمع الجزائري وليس علي أنا وحسب، لكن بما أنه أمر مفروض من أجل صحتنا ومن أجل إنقاذ أرواح أكثر، فيجب علينا الالتزام بهذا القرار وهو قرار الحجر. طبعا أقضي في المنزل مستعينة بمطالعة الكتب الإلكترونية، أبحث عن أسباب ودواعي هذا الوباء وكيف التعامل معه. أقوم بكل الأشغال المنزلية كأي امرأة جزائرية بيتوتية. جميل سلمى، أكيد من أجل الحفاظ على صحتنا وصحة عائلتنا أكيد يجب الالتزام والاستجابة لهذا الحجر الصحي للحفاظ على صحتنا. إذن سلمى، باعتبارك يعني قاطنة في ولاية مدينة البليدة، هل هناك التزام بالحجر الصحي من طرف السكان؟ يعني هل هناك استجابة أم لا لهذا القرار؟ يعني من خلال خروجي لمرتين وأنا في مدينة البليدة لاقتناء ضروريات، لاحظت توافد كبير من طرف سكان مدينة البليدة على محلات المواد الغذائية، وبصراحة كل شيء متوفر. يعني حتى رئيس الجمهورية قام بتوفير كل ما يغطي فترة الحجر الصحي وحتى ما بعده. أكيد سنتحدث عن هذه النقطة، هل هناك نقص أم لا في المواد الغذائية، الاحتياجات الغذائية بالنسبة للسكان، لكن يعني مبدئيا نريد معرفة هل هناك التزام من طرف المواطنين يعني باحترام المسافات. بالنسبة للالتزام أنا أعتبر قرار الحجر الصحي قرار زميلتي نجوى، لكن المجتمع الجزائري ككل وليس سكان منطقة البليدة فحسب انقسموا إلى فئتين، فئة واعية جدا احترمت قرار الحجر واستثمرته لصالح صحتها وصحة عائلتهم، أما الفئة الثانية وهي الفئة المستهترة من المجتمع الجزائري، فئة لم تتضرر بعد يعني ولم تأبه لكل الأرقام التي سجلتها مستشفيات البليدة من حالات الإصابة بظاهرة كورونا فيروس أو كوفيد-19. يعني هذه الفئة هي أخطر من الفيروس نفسه على صحة المجتمع الجزائري، لأنها فئة أنانية نجوى. أكيد، لأن الخطير هنا هو سرعة انتقال الفيروس وليس فئة جاهلة لمخاطر هذا المرض الذي فتك بالعالم بأسره وليس فقط بالجزائر ومدنها. يعني المطلوب أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتعاملوا مع هذا الداء بكل مسؤولية ووعي، لأن المستشفيات الجزائرية بصراحة لم تعد تستوعب حالة الطوارئ التي يعيشها الأطباء وكل من يعمل على القطاع الصحي. ولازمنا نعاونوهم، لازمنا نكفوا معاهم ليتمكنوا من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأرواح. أكيد سلمى، وهذا يعني الإجراء الاحترازي هو فقط لمنع انتقال وسرعة تفشي فيروس كورونا. سلمى، نأتي الآن إلى موضوع نقص المواد الغذائية حسب ما تتداوله بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي. نلاحظ أن هناك تدافع، هناك إقبال كبير على الأسواق وعلى اقتناء مختلف يعني المشتريات الغذائية الاحتياجات. سلمى، باعتبارك تسكنين في مدينة البليدة، ممكن تفسير هذا الوضع والحديث عن بعض يعني عن الأجواء بداخل مدينة البليدة؟
يعني سأتحدث عن ما شاهدته أنا. أكيد. يعني أكيد نحن دائما ننقل فقط ما يعيشه مجموعة من السكان وليس للتعميم، لكن نحن نحب نعرف أكيد كيف يقومون هذا السكان باقتناء منتجاتهم أو شراء مختلف احتياجاتهم الغذائية. إلى حد توافد كبير قلت لك يعني من طرف سكان مدينة البليدة على محلات المواد الغذائية، على محلات الخضر والفواكه وغيرها، يعني كل شيء متوفر. ناهيك عن كل حملات المساعدة التي تعاطفت مع سكان البليدة من طرف رجال أعمال وجمعيات خيرية وشباب متطوع، وكذلك حملات الفنانين وإعلاميين كثيرون يقفون على قدم وساق فعلا لمساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات وخاصة المعوزة منها. أكيد سلمى، وشفنا منصات مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حملة كبيرة من حملات التضامن اللي كانت تحت هاشتاج كلنا البليدة، واللي كان فيها يعني توافد جمعيات خيرية، مساعدات سواء كجمعية كف اليتيم مثلا أو حتى لمختلف الأرامل، العائلات المعوزة كنت تحدثت عليها. أيضا سلمى، بالنسبة للفيديوهات اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت تحدثت على النقص الكبير وعدم توفير الأكل وعدم توفر المنتجات الغذائية، سلمى أنت يعني كساكنة وكقاطنة هل تشتكون من نقص أو من سوء تسيير لهذه المواد أو حتى عدم توفرها بالأحياء اللي راكي تسكني فيه؟ لا يعني بخصوص الحي الذي أعيش فيه لا نعاني يعني من نقص أي شيء، ولكن لا يجب تسليط الضوء على يعني الفئة المفطورة يعني من المجتمع الجزائري. كنت أتحدث عن الفئة المعوزة واللي كنا شفنا نجوى يعني من خلال عدة حملات أنه توصلهم فعلا مساعدات. تبقى حالات شاذة يعني، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، مطلبون أنهم يتصلوا بأرقام جمعيات خيرية، يديروا نداءات، يصوروا فيديوهات حقيقية، يعني إذا كانوا خفتهم حاجة يعدروا يطلقوا يعني الإعلام، والإعلام ما هوش راح يدخل عليهم. سلمى، بوش تنصحي كل يستمعوا فيك وكل الناس يعني اللي ممكن في بيوتهم مازالهم راهم يخرجوا، مش فقط لجهل أو لعدم وعي، لكن عنادا أو حتى عدم الالتزام بهذه القرارات للسلامة والحفاظ على صحة عدد أكثر من السكان والمواطنين؟ يعني بين قوسين فقط لاحظنا انه كان مجموعة من الناس اعتبرت قرار يعني الحجر الصحي هو عبارة عن فضيحة، يعني ويجب ان يعلموا ان بكوتهم و في بيوتهم وفي منازلهم هو حفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم، لا ليس يعني تقييد لحريتهم يعني بشكل مؤقت فقط. نصيحتي يعني هي نجوى، كما تعلمين أن الفئة كبار السن هي أكثر فئة تعرضا. نعم كبارنا نحن نعلم، نشتاق إليهم، نزورهم، نحسن إليهم، هذا أمر طبيعي، لكن اليوم الامتناع عن زيارتهم وقاية لهم لأنهم أكثر عرضة لعدوى كورونا فيروس. وهناك فئة أخرى يعني كالأمراض القلبية الوعائية هي أكثر الأمراض المزمنة بصفة عامة، ولكل واحد منا تجربة مع هذا الموضوع يعني وجب التنبيه. كذلك مرضى السكري احذروا، كورونا فيروس ينتقل كذلك بسهولة للأشخاص الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي، كذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى انتبهوا، مرضى السرطان أيضا الخاضعون للعلاج، والفئة يعني القليلة المناعة يعني نرجو منهم الحذر. مرض آخر هو تليف الكبد سيروس، السمنة ونساء الحوامل انتبهن، وكما يقول المثل الشعبي لخف
نتمنى لهم السلامة أكيد أكيد سلمى، وهي نصيحة مهمة ونحن نتمنى صحة وسلامة الجميع من خلال هذا المنبر. سلمى بوش تنصحي كطالبة دكتوراه وأنت مقبلة على تخرج في تخصص العلوم السياسية، كيفاش تنصحي الطلبة وكل المقبلين على اجتياز الامتحانات والتحضير لنيل شهادات، ممكن شهادات أخرى؟ سلمى بوش تنصحيهم كطالبة؟ يعني أهم شيء وأكبر شيء أنصحهم به هو الابتعاد عن الأخبار الكاذبة، يعني من دعايات وإشاعات، لأنها تصيب المعنويات أكثر يعني، والإحباط يمنعنا من التفكير السليم ومن اتخاذ القرارات المناسبة، يعني يمنعنا من التميز، يمنعنا من أي شيء يصب في مصلحتنا. وأكبر خطر يأتينا هو من شبكات التواصل الاجتماعي. يعني أنصحهم كل منشور أو فيديو يشاهدونه يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم من الكاتب، ما اسمه، هل هو يعني تحقق من المعلومة والاستعمال الجيد لمواقع التواصل الاجتماعي. الأخبار مهنة، ومهنة حساسة جدا، وسائل الإعلام الجادة والمسؤولة معروفة، أنصحهم أن يركزوا عليها لأن فيها ما يكفي من أخبار صادقة، واستثمار وقتهم هذا يعني في ما يصب في إطارهم العلمي والنفسي. أكيد سلمى، شكرا لك سلمى بريك، طالبة دكتوراه وصحفية، شكرا لك، كنت حاضرة معنا عبر إذاعة صوت المرأة. شكرا لكم أنتم مستمعي إذاعة صوت المرأة، نلتقي في عدد جديد من برنامج الحوار، إلى اللقاء. إذاعة صوت المرأة، إذاعة صوت المرأة، إذاعة صوت المرأة.